اهلا بكم مره تانية. رجعنا لكم وطبعا النهارده معانا ناقدين كبار جدا في عالم الصحافه وعالم الرياضه. طبعا اسمحوا لنا نرحب بيهم الاستاذ محمد القوصي والاستاذ محمود صبري. اهلا بحضراتكم منورنا. اهلا بيكم. اهلا بحضراتكم منورين قناه النادي الاهلي. كابتن هيثم منورين الدنيا ان شاء الله. رمضان كريم. الله اكرم. الله اهلا بيكم. طبعا سعداء ان احنا متواجدين معاكم. ورمضان كريم عليك وعلى كل المصريين، وان شاء الله تكون فقره خفيفه على الاهلاويه. اتمنى ان شاء الله. يعني طبعا يعني بعد مباراه الاهلي وغزل المحله وبيان النادي الاهلي النهارده، اعتقد الوسط الرياضي كله في حديث عن فكره بيان النادي الاهلي الرياضي. وطبعا بما اننا في قناه النادي الاهلي فكره الهزيمه، فكنتوا شايفين الاحداث دي اخر بعد مباراه غزل المحله وبيان النادي الاهلي النهارده ازاي؟ بص، الموضوع مش بيان والموضوع مش هزيمه، الموضوع انه الامور كلها بتدور في حال فرقه النادي الاهلي. فرقه النادي الاهلي بتبقى في حالتها وشخصيتها بتخلي كل واحد يضع في يعني يوضع في مكانه. زي ما بنقول طول عمر الاهلي ومدرسه الاهلي على مدار تاريخها برؤسائه السابقين، واللي انا يعني عصرتهم في شغلي من رحمه الله عليه كابتن صالح، مرورا بالكابتن حسن حمدي، مرورا بالمهندس محمود طاهر، حتى الكابتن محمود الخطيب، لا يتحدثون عن التحكيم ابدا ابدا، لم يلحظ. لكن انت بتيجي في وقت بتدي للبعض انطباع التزام لعيبه الاهلي بامانه شديده وادابهم داخل الملعب. صحيح. ربما يوحي للبعض الحكام اللي هم ما تعرضوش لضغوط، لانه غالبيه الحكام اللي انت شايفهم حاليا بيديروا غالبيتهم الا يعني جهاد جريشه ما تعرضوش لمثلا لملعب فيه 70 80 الف متفرج. كانت تبقى مشكله بالنسبه لهم الامور دي. على فكره ده لو في 2000 متفرج احنا هنعمل مشكله. بنتكلم في النقطه اللي حضرتك بتقولها دي. بنتكلم فيها ان اللعيبه جوه الملعب مؤدبين جدا. لما انت تيجي تركبها مع الامور حتى مع اللعيبه اللي هم اللي انضموا للنادي الاهلي، برضو تبقى المعايير مختلفه وبتديك حسابات اخرى. الاهلي محتاج انه هو لعيبته جهازه الفني، المسؤولين عن التخطيط، المسؤولين عن كل حاجة، أنه درس مباراة المحلة ومن قبله مباراة سموحة ومن قبله مباراة أخرى الفريق راح وجي رجع فيها، وصبر الجمهور برضو، لأنه احنا عارفين أنه موسم ملتحم وموسم طويل وموسم جاي ومتلاحم مع بعضه، لكن أنت عامل حساب الكلام ده، لازم تكون عامل حساب الكلام ده، لأنه كمان أنت هتكون راح مديك زيادة فداك إضافة 30 لاعب، فده كله صب في مصلحتك. تيجي عند اللي حصل امبارح يخليك نتكلم بامانه ومنطقيه لصالح النادي الاهلي، انه الفرقه محتاجه وقفه من الداخل. دي نقطه واحده. ملف التحكيم الاهلي صبر عليه بما فيه الكفايه، مش من السنه دي، ارجع للسنه اللي فاتت. صحيح. وامسك ورقه وقلم. صحيح. وهات فيديوهاتك وسجل، شوف انت المناطق اللي انت وقفت فيها وسكت، حتى لو كانت تعبيراتك او غضبك انك انت حبيت تمشي الفرصه، ده البعض الفرصه انه يتهاون في حقك. ولاحظ كثير من المواقف، كثيرا من المواقف في الفار، حتى الفار لم يشفع للاهلي، مش الموسم ده، مش البدايه دي، مش ماتش المحله بس، ده ماتشات اخرى. ولاحظ هناك جراءه غريبه جدا، جراءه مبالغ فيها من البعض حتى من الحكام الجدد على الاهلي بيستعرض. انا عاوز احكي لك ايه موقف في مباراه بيراميدز وطرد ديانج، الكوره اتلعب الحكم مد انذار ومشي الملعب، الفار رجعه واداله كارت احمر بالظبط في الماتش، محدش يتكلم. وكثيرا من ايه الحاجات اللي انت تقف عليها، مش لازم تقف عند يعني التحكيم ونقول انه الناس هتقول لك ايه ده هيطلعوا التحكيم عشان يغطوا على الاهلي. مش كده يا جماعه. صحيح. انا عايز اخد من حضرتك نقطه مهمه جدا. الاهلي مش كده. واروح للاستاذ محمد القوصي. الاستاذ محمود صبري بيقول ان لعيبه النادي الاهلي ادابها في الملعب وعدم ضغطها على التحكيم خلى التحكيم مستباح. جانب اخر بيقول ان انت في الاعلام النادي الاهلي او لما تصدر بيان من النادي الاهلي المفترض ان انت ما تعقبش على التحكيم. فالحقيقه بقى احنا نفتح الشباك ولا نقفله؟ نقفل الشباك. حقيقه يعني ده موقف صعب جدا، يعني اتفق طبعا مع اخويا محمود صبري في كتير من الكلام اللي قاله، لكن فعلا الادب بتاع لعيبه النادي الاهلي، يعني انا بشوف لعيبه كتيره جدا في فرق كتيره جدا في ماتشات بتضغط على الحكم وتجبره انه يروح للفار وتوقف في لعبات كتير جدا كانت ممكن تمر في فرقه تانية، ضغطوا على التحكيم بشكل كبير جدا وقدروا ياخدوا منها حاجات غير مستحقه يعني. وده يمكن شفناه حتى في الماتش الاخير بتاع الزمالك وبيراميدز في ركله جزاء، اصلا يعني كثيرون خبراء التحكيم اكدوا. لا كل خبراء
اكدوا ان هي ليست ركله جزاء، لكن مع هذا الضغط الحكم كان ممرر الماتش والامور ماشيه عاديه جدا، لكن الامور عدت يعني في واقعة زي واقعة مثلا اعتداء مثلا طارق حامد على عبد الله السعيد مثلا لعيب ما اعترضتش فالحكم مر. ففي حاجات كتير جدا يبدو ان الحكام يحتاجون الى بعض الضغوط. وانا عايز اتكلم على جزئية التحكيم، يعني هخرج من دي معلش على جزئية التحكيم. اتفضل اتفضل. التحكيم المصري حاليا يمر بأسوأ مراحله. ده حقيقي. ودي على فكرة دي مش رأي، دي معلومات. الفار المصري حتى الآن لم ينجح لقد رسب في الامتحان تقريبا، يعني خبير تحكيم كبير جدا قال لي الفار في مصر صفر، لان الحكام لم يجهزوا ولم يعدوا ولم يكن لهم اي دورات تدريبيه، بدليل انك انت مش امكانيات بس الموضوع بشري كمان. لا لا طبعا يعني انت جايب حكم لماتش الاهلي والمحله الاخير، حكم يعني ليس لديه خبرات، حكم ليس لديه قدرات، حكم صغير، حكم بعيد، حكم لم يجهز بشكل كبير جدا، بيدير مباراه كبيره زي كده، بدليل ان هو لم يستدعي الحكم في وقعه محمد هاني، لم يستدعي الحكم في وقعه فتح الله. بس انا اختلف مع حضرتك، اختلف مع حضرتك في نقطه حكم فار مباراه الاهلي وغزل المحله الحكم سيد شعبان، لان نفس الحكم ده كابتن او اسمح لنا اسف يا استاذ محمد، نفس الحكم ده هو اللي احتسب ركله جزاء على وادي دجله في الدقيقه 89 لصالح نادي الزمالك، لم يراها الا سيد شعبان لما جاب الكاميرا من الزاويه اللي خلف المرمى، لكن اعترض لعيب الزمالك عنده من الكفاءه ولا اعترض جهاز فني للزمالك. اذا اشدنا بيه هنا في قناه النادي الاهلي وقلنا انت حكم متميز تمام. وجبت لقطه ما حدش شافها، مستحيل يا كابتن يكون نفس الحكم اللي جاب اللقطه دي هو نفس الحكم نفسه مرات لقطه محمد. اذا هناك معايير مختلفه بالظبط، دعنا نتفق على معايير مختلفه. ممكن عرضت انت يا كابتن اسامه لقطه لماتش المقاولين ركله الجزاء بتاعه احداد وركله الجزاء بتاعه محمد تاني، نفس اللعبه ونفس الفاول ونفس التحام محمد تاني اقوى، ونفس الالتحام والتحام محمد هاني واضح جدا، ودي احتسبت ركله جزاء ودي ما احتسبتش ركله جزاء. امبارح برضه محمد معروف نفسه اللي في ماتش الزمالك والمقاولين عرضنا اللقطه، طرد لاعب مدافع المقاولين لما عرق المهاجم الزمالك، امبارح مباراه غزل المحله نفس اللقطه بالظبط، ادى انذار فقط لك بالظبط، والانذار يعني مثلا الاحتكاك اللي عمله بوالي اول ما نزل خد عليه انذار، والجريمه اللي ارتكبها محمد فتح الله ما خدش عليها انذار. فطبعا في حاجات كتير جدا. طب استاذ محمد خلينا لعيبه الاهلي خلينا استاذن حضرتك، يعني احنا عملنا تقرير اتمنى حضراتكم تشوفوه وتقولوا رايكم عليه، تقرير عنوانه الاهلي والتحكيم معاناه لا تنتهي. خلينا نشوف مع الساده المشاهدين التقرير ده ومع ضيوفي ونرجع نعلق عليه. بين ركلة جزاء لم تحتسب وأخرى تم احتسابها عليه، وتسلل ليس له أساس من الصحة، وهدف سليم تم إلغاؤه، وطرد لأحد لاعبي المنافس غض الحكم وحده عينه عن رؤيته، عادت من جديد معاناة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع التحكيم وكوارثه التي كلفت المارد الأحمر خسارة الكثير من النقاط في رحلته نحو الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الممتاز. تحمل الأهلي الكثير من أخطاء الحكام منذ بداية الموسم الجاري مثلما كان الحال في الموسم الماضي، ولم يشأ أن يصعد الأمور وفضل السكوت كثيرا من أجل منح الثقة للحكام المصريين ودفعهم نحو تصحيح الأخطاء والسير نحو الطريق الصحيح وسط دعم لا محدود من إدارة النادي التزاما بواجبه كأكبر الأندية المصرية والإفريقية. لكن الأمور فاقت الاحتمال وبلغ السيل الزبا مع الأخطاء المتكررة للحكام منذ بداية الموسم الجاري، مما دفع الفريق ثمنه غاليا. وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير في مباراة المارد الأحمر أمام غزل المحلة التي شهدت أخطاء تحكيمية فجة من التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء للفريق، واحدة منها لمحمد هاني والثانية لحسين الشحات، كما تغاضى الحكم عن طرد مدافع غزل المحلة بعد قيامه بعرقلة محمد شريف مهاجم الأهلي وهو منفرد بالمرمى، فضلا عن إحراز المنافس لهدف الفوز من فاول غير صحيح بشهادة كل خبراء التحكيم. وفي ظل هذا الواقع المظلم وعدم تصحيح لجنة الحكام لمسار التحكيم وعلاج الأخطاء المتكررة من الحكام في حق القلعة الحمراء، طالب النادي الأهلي رسميا من اتحاد الكرة إسناد كل مبارياته المتبقية في البطولة لحكام أجانب من أوروبا، مع تحمل النادي لكافة التكاليف وفقا للائحة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.
كما طالب الأهلي اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة حال رفض طلبه بإظهار الحقيقة للرأي العام وإعلان أسباب الرفض، كما طالب الأهلي في خطابه بمعرفة أسباب التعنت معه في جدول مبارياته ببطولة الدوري دون مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والضغط الكبير الذي يتعرض له بخوض مباراة كل يومين، مما تسبب في خسارته للكثير من نجومه الذين سقطوا نتيجة الإصابات والإرهاق. الظلم الذي تعرض له الأهلي أمام غزل المحلة لم يكن الأول، فسبقه الكثير خلال مباريات وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وبيراميدز، وخسر الأهلي خلالها نقاط مهمة كانت كفيلة بوضعه على قمة جدول الترتيب بفارق كبير عن كل منافسيه. ولم يعد بعد كل هذه الأخطاء السكوت ممكنا، لأنه سيكون جريمة في حق الأهلي وجماهيره التي تثق في مسؤولي النادي وفي قدرتهم على الدفاع عن حقوقه والحفاظ على هيبة الكيان. أعتقد الصورة خير دليل على الأخطاء التحكيمية الفجة اللي ضد النادي الأهلي، لدرجة أن حتى هدف في المباراة بالأمس هدف من فاول غير صحيح. ويمكن كنا مع حضراتكم قبل التقرير وتكلمنا مع الكابتن القوسي أستاذ محمد القوسي عن فكرة المعايير المختلفة بين التحكيم والفار وتقنية الفار ورسوب في تقنية الفار. حابب أسأل سؤال أنا سمعته من خبير تحكيمي الكابتن جمال غندور، قال ليه ما يتمش الحكم الفار يكون حكم معتزل أو حكم دولي عقد مرة السن الدولي بتاعه ويجي هو يدير القصة دي بحيث يكون خبرته أكبر من حكم الساحة؟ هل حضراتكم بتتفقوا مع وجهة النظر دي وهي قابلة للتنفيذ ولا لا؟ ازاي يعني مثلا كابتن جمال غندور يجي هو حكم الفار، يعني قصده اقول الحكم الفار مش محتاج مجهود بدني، هو قاعد ده عايز عين بس، عايز عين. لما زالت المشكله في حكم الفار هو عدم القدره على تحليل الصوره، في مشكله في تحليل الصوره، في مشكله كارثه ومصيبه انه وجهات النظر بتلعب دور في المساله والضمير الضمير. يعني الضمير المشكله الالوان يا جماعه مش هينصلح الحال الا لما الناس يعني تيجي عند الالوان وخلاص تختفي وتخاف من ربنا. دي ناس غريبه جدا، لما تلقى نفس اللعبه بتتكرر تتحسب لفريق ما تتحسبش لفريق، تبقى دي مشكله في حد ذاتها، دي تحتاج تبقى في قرارات. طيب هياخد ايه النادي الاهلي واي فريق غير النادي الاهلي منك توقف للحكم او تعاقب له؟ مش عارف، مش هاخد حاجه، ما انت خلاص ممكن ضيعت موسم مجهود اداره نادي ويعني موضوع كبير جدا. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، احنا بنرجع لنفس الكلام والهيصه اللي اتعملت لما جه المهندس احمد مجاهد وقال لك انا هلغي الفار والشركه مش عجباني وبتاع. يا جماعه مش مسالتك تلغي الفار، مين القائمين اللي انت اخترتهم او الناس اللي اتدربت دي؟ عشان كده طب يعني رايك في الفكره دي يا استاذ؟ لا بس اصل خلي بالك، هتقدر تجيب الناس اللي اعتزلوا وتديهم فرصه مثلا تقول لهم اشتغلوا انتوا فار؟ هيحتاجوا فتره تجهيز على الاقل كام؟ 6 شهور على الاقل. ابتدي بس الكلام اللي هو حاطط ضيحه نعملها. انا لما اكون بعاني حاليا من التحكيم الفار فلازم ادور على حل بديل ماشي بعد 6 شهور. ماشي يا اسامه، بس المساله دي هحل انا الكلام ده دلوقتي؟ موسم خلاص مفاجئ عشان تجيب الناس دي؟ هقول لك ايه يا عم، جهز الناس دي وابدا استعداد لمين؟ للموسم الجاي بالزبط. مثلا على اساس خلي بالك الموسم الجاي هيبقى اصعب من الموسم ده، لانه ايه برضه لازم نيجي فتره اتحاد الكوره يعمل حاجه، يعمل موسم استثنائي يلم الدنيا عشان الناس تهدى وبعد كده نبدا نرتب نفسنا. لكن مرينا في الكلام والضغوط ده هيبقى في مشكله. الحاجه الثانيه مساله التوريث في التحكيم، ما كل حكم جايب ابنه وجايب ابن اخوه وجايب ابن خالته. خلي بالك عندنا في حكام في 60 حكم معاهم 60 حكم، كل واحد جايب حكم بيدربه في حته ايه مساله بالظبط. الجزئيه جزئيه الانتماءات والمصالح، وانت خلي بالك ولازم تبقى واعي جدا، تحول انديه الدوري تدريجيا من انديه شعبيه الى انديه راس ماليه بصوره واضحه متوحشه، هيبقى ايه مساله ايه؟ ان انا بشتغل في المكان ده واشتغل في المكان ده واشتغل في المكان ده، وعندي مصلحه مع اسامه وعندي مصلحه مع هيثم وعندي مصلحه مع محمد. اذا استمر الوضع على هذه الحاله الامر هيبقى في كارثه قدام، مش النهارده وبكره. الواضح النادي الاهلي الكبير بطل افريقيا بيتعرض للمسائل دي ولكن ما وقفش عندها. ليه؟ لانه تركيزه كله كان في الملعب وبيكبر على اي حكم انه يخلص الدنيا. اللي انا عايز اقوله لك انه الاهلي على مدار التاريخ اللي انا ذكرت لك من كابتن صالح رحمه الله عليه ومرورا بالناس دي كلها ما حطتش في اعتباراتها الحكم، لانه ادائك في الملعب كان بيخلص ايه؟ بيخلص. بل هل معنى ذلك
تركيزك في الملعب وفوزك بالبطولة تلو الآخر يخليك تنسى ما تتعرض له من تجاوز؟ لا، بس تكرار عندك تكرار في إدارة بترصد وتطلب توضيح وتحليل، لأنه في كثير من اللحظات أنت بتبقى فايز 2-3 والحكم اتغدرك عن ضربة جزاء وهدف صحيح وأنت بتعدل لأنك خلصت الماتش. لا بالظبط، ما أنت تغفلك عن المسائل دي وصلك لمرحلة إيه؟ أنه خلاص أصبح دمك مباح لأي حكم جاي عاوز يشوف نفسه فيدي قدام إيه؟ لعبت الأهلي وقدام الناس، أنا بظلم الأهلي أهو، أنا مش خايف منه. فأصبحت دي مشكلة مترصدة عند إيه؟ مش من الحكم اللي في الملعب بس، لا الأخطر واللي بيكبره هو اللي قاعد جوه، واللي قاعد جوه أنت بتعرفوش. من النهاردة لازم نعرف مين الناس اللي قاعدة جوه دي ومين دورها إيه، بتعمل إيه، وقرارها فين. ليه؟ لأنه القرار اللي جوه ده بيأثر على اللي بره، ده المفروض اللي بره لا يهتم مدام هو واثق من قراره. ولاحظ أنت في كثير من الحكام بتلقاه في احتسابه لضربات جزاء أو حاجة على النادي الأهلي بيبقى عنده من الشجاعة ويطلق الصفارة بقوة، في حين لما تبقى الحاجة لصالح الأهلي يتوارى يتخفى يحاول ان يبعد عن الكاميرا بصوره او باخرى. طب خلينا نقول حاجه برضو يا استاذ محمد القوسي برضو، يعني حته مهمه جدا. احنا كنا متخيلين ان بعد وجود الفار كعامل مساعد في مباريات الدوري العام ان هنلاقي الاخطاء التحكيميه هتقل، وكان كل الناس عشمها كده، لقينا العكس. تفسر ده بقى يا استاذ محمد. ايوه، المشكله ان الحكم الملعب اصبح بيعتمد على حكم الفار بدرجه كبيره جدا، لدرجة ان هو بيعتقد نفسه ان هو مساعد لحكم الفار، مع ان الحكم الفار هو اللي المفروض يكون مساعد للحكم، وهو اللي يكون المرجعية بتاعته اللي توضح له بعض النقاط. يعني المفروض كل حكم مصري موجود في الملعب بيحكم وكأن ما فيش فار خالص، زي ما بنشوف في اوروبا. احنا في ماتشات في اوروبا ما بنلاحظ ان الفار موجود اصلا. صحيح. فالمفروض الحكم يشتغل على هذا الاساس. دي كانت محتاجه ترتيب ومحتاجه تجهيزات ومحتاجه ناس يكون عندها خبرات كبيره جدا. الحكم اللي في الملعب يكون عنده ثقه في نفسه بحيث ان هو ياخد القرار من غير ما يرجع للفار. طب ده مش مفروض وتبقى الامور حتى التواصل بينهم احنا ممكن لجنه الحكام فيه. يعني اللي حضرتك شايفه ده لجنه الحكام ازاي مش شايفاه؟ بص يا كابتن هيثم، واللي انا بقوله ده معلومه، ما عندناش حاجه اسمها لجنه حكام، لا توجد لجنه حكام. الاهم يا استاذ، لا انا عايز اقول المعلومه دي واكد عليها يا كابتن اسامه، يعني لجنه الحكام لا دور لها، شخصيتها ضعيفه وشخصيتها متراخيه. الذي يدير لجنه الحكام هو رئيس اللجنه الثلاثيه، والذي يفعل كل شيء والذي يعمل كل شيء في اللجنه وغير اللجنه. لا توجد لجنه في اتحاد الكره اساسا. بالظبط. اين هي لجنه اتحاد الكره؟ اين لجنه المسابقات؟ اين لجنه شؤون اللاعبين؟ اين لجنه الحكام؟ اتحلت؟ مفيش اي لجنه اتلغت يعني. مفيش يعني. يعني الاتحاد الان هو المهندس احمد مجاهد بس، فقط لا غير. اتحاد الكره هو المهندس احمد مجاهد، وكره في مصر يا احمد مجاهد، واحمد مجاهد هو الكره في مصر. طب ما كده كده التحكيم هيفضل نفس المشكله، هيفضل عندنا. أيوة، مشكله ان اعتمادك على حكم الفار وهو ما عندوش التدريب مثلا الكافي. يا كابتن، ما هو مين اللي هيعمل ده؟ ما هو مستحيل شخص يدير منظومه الكره في مصر. انا هنا بقى عايز اقف عند النقطه دي. الاستاذ محمود صبري قال مشكلتنا الضمير، حضرتك قلت مفيش معيار ثابت ومفيش لجنه تحكيم. هل ده بقى حان الوقت ان يكون في لجنه تحكيم محترفه مثل دوريات اخرى زي الدوري السعودي، ويجي رئيس لجنه حكام اجنبي يحط للمنظومه دي الاسس اللي نقدر نمشي عليها، ولا الامر يا استاذ محمود خلاص اتقفل بسكه الضمير؟ لا لا يا اسامه كده انت لازم اسطب بقى يا اتحاد الكوره. احنا هنعمل رابطه المحترفين اللي احنا بنحلم. لازم اتحاد الكوره يطلع بره الرابطه، لازم رابطه للانديه، رابطه محترفه بيديرها ناس بتتقاضى مبالغ لتنظيم البطوله والحفاظ عليها. ليه؟ لان تستطيع انك تبيع المباريات دي بملايين، وتبيع عن الدوري المصري دوري قوي ومتشاف ومتشاهد. الان الانديه، الان دوره رابطه محترفين، الان لجنه حكام محترفه بمقابل اجيب ناس من بره. بالظبط. واحنا احسن تدرب من بره المنظومه يعني. من الاول يا ريس احسن من اللي بره يعني، احسن لا. من السعوديه علمت تشوف المستوى، الدوري الاماراتي، الدوري السعودي، الدوري القطري، الدوري في الجزائر، الدوري في المغرب، فيش مشاكل. لكن عاوز اقول، هل معنى ذلك ان احنا هنا بنقول ان احنا عاوزين نموت التحكيم المصري؟ مش ضد التحكيم المصري. الاهلي الوحيد لا يعترض في يوم من الايام على التحكيم المصري. وإذا كنا نعرف ان مباريات القمه بيديرها حكام اجانب بقرار سيادي مش بقرار يعني من اتحاد الكوره، لانه ده ليه ظروفه الخاصه. وحتى لما اتحاد الكوره اصر على الطاقم اللي حكم المباراه اللي فاتت، الاهلي التزم وكان اكثر الملتزمين ولم يخرج يعترض الاهلي. لكن الان انا بقول مباراه القمه اللي جايه في ظل الاجواء يعني الساخنه دي تحتاج بالفعل
الى حكم لا لا خليني قبل ما نتكلم لا استاذ رقم حكام محمود لا انا عايز اروح لمباراه القمه بس خلينا نطلع لفاصل لان لازم نطلع لفاصل بس الموضوع ده لازم نقف عنده ونديله وقت واعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وهنرجع نكمل كلامنا طبعا عن معاناه النادي الاهلي مع التحكيم مع ضيوفنا ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا طبعا مع الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي وايضا الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي. الحقيقه النهارده النادي الاهلي يا استاذ محمد اجي لحضرتك ويمكن سؤالي طبعا محتاجين تعليق من حضرتك. النادي الاهلي النهارده في بيان واشار الى الماده رقم 110 جيم في لائحه او شؤون الحكام وتكلم النادي الاهلي في بيانه دائما ابدا النادي الاهلي بيعمل بنظام مؤسسي يقرا اللوائح جيدا يعرف حقوقه فين ثم يتحرك بعد ذلك للدفاع عن حقوقه هو ده النادي الاهلي تعلمنا كده وشفنا كده ودائما ابدا النادي الاهلي بينجح في كده. النادي الاهلي النهارده اشار لهذا البند واشار ان من حق النادي الاهلي طلب استقدام يعني الحكام الاجانب وخلينا استعرض مع الساده المشاهدين هذا البند. البند جاي في الباب الثاني الفصل الرابع شؤون الحكام بتقول ايه الماده 110 جيم بتقول في حاله طلب اي نادي تعيين حكام اجانب لاي مباراه مشارك فيها ووافق الاتحاد وهنحط خط تحت وافق الاتحاد اعرف راي ضيوفنا فيه على تلبيه طلبه يلتزم هذا النادي تمام بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والاقامه الى اخره بالعمله الاجنبيه قبل موعد المباراه باسبوعين على الاقل. الماده 111 وراها على طول بتقول ايه؟ بتقول يتحمل الاتحاد تكاليف استقدام حكام اجانب للمباريات الهامه ذات الحساسية الجماهيرية لدواعي الأمن العام والتي يحددها مجلس إدارة الاتحاد. أستاذ محمد القوسي كلام واضح واللائحة واضحة ما فيهاش أي كلام يعني للتبرير. عايز أسمع تقليل حضرتك وكمان تعليقك على موافقة الاتحاد وفي حالة عدم موافقة الاتحاد إيه الوضع؟ اتفضل أستاذ. تمام حضرتك قلت لي إن الأهلي مؤسسة تمام بالظبط المفترض إن بيتعامل مع اتحاد الكرة مؤسسة وليس أفراد. اتحاد الكره مؤسسه كبيره جدا عمرها 100 سنه زي ما الاهلي 114 سنه. اذا احنا بنتعامل مع مؤسسات ومع لوائح ومع قوانين موجود. هذه اللائحه اللي ورثها الاتحاد الحالي اللجنه الحاليه عن اللجنه السابقه صحيح اللي بدا بها الموسم المفروض يكمل بها الموسم بينها بها الموسم يعني من حق اي نادي ان يجيب حكام اجانب. النادي الاهلي بيستخدم هذا الحق. الاهلي شاب بيتعرض لظلم كبير جدا، شاب بيتعرض لغبن كبير جدا، شاب بيتعرض لازمات تحكيميه كبيره جدا في الغالبيه العظمى من المباريات. وإذا كان الأهلي تساهل في بعض الأوقات عشان الأمور تمر وعشان الأمور تمشي وعشان ما يقولوش إن الأهلي طول الوقت بيتكلم عن التحكيم، فبالتالي بات من حق الأهلي الذي طلب حكام أجانب أن يلبي له اتحاد الكرة هذا الطلب طبقا للائحة اللي عنده وطبقا للائحة. لكن دلوقتي الموقف إيه؟ لو اتحاد الكرة دلوقتي ما جابش حكام أجانب ورفض إن ما يجيبش حكام أجانب، ماذا بوسع النادي الأهلي إن يفعل؟ هل الاهلي يعني يرضخ لهذا ولا الاهلي يسيب لهم المسابقه او يمشي ولا الاهلي يعمل ايه هو ولا يستكمل ازاي هو يعني السؤال انا بمنح حق الانديه دلوقتي انها تجيب او تستخدم حكام اجانب لمباراتها ليه بحط شرط اذا وافق اتحاد الكره ليه هل عشان اتحاد الكره برضه يدير الامور بطريقته وبشكله هو ويستبعد التحكيم المصري اللي النادي الاهلي بيعاني منه هل في الافق قرارات معينه في الدماغ بيتم دفع النادي الاهلي ليها عشان النادي الاهلي يتم اجباره على انسحاب من المسابقه او بيفكروا في الغاء المسابقه مع منح بند الجداره لانديه اخرى ده بند غير واضح على فكره من التحكيم المصري بند غير واضح بالمره يعني الهدف ايه معلش يعني دلوقتي لو جه اتحاد الكره قال لك انا مش موافق على هذا البند لازم يقول لي اسبابه ايه اطلع انت بتقول لي مش العام. موافق على انا واجه الراي العام زي ما البيان قال انا رجاوب على تساؤلات الجمهور قول له انا مش هجيب حكام اجانب ليه بالظبط تطلع توضح يعني تقول للراي العام انك مش هجيب حكام من 1 2 3 4 لكن واضح ان حكامنا المصريين مع احترام التقدير ليهم ان في اخطاء كارثيه في اخطاء مؤثره على نتائج المباريات في ظلم تكررت يا استاذ محمد الاخطاء تكررنا شفناه وفي المقدمه كل حاجه تكرار حاجة. ممنهج للاخطاء التحكيميه طبيعي جدا دلوقتي ان اتحاد الكره يوافق على طلب الاهلي ولا سيما ان الاهلي عارض ان هو اللي يتحمل تكاليف هذه المباراه الحكام هؤلاء الحكام الاجانب الا المباريات اللي هي ذات حساسيه وذات ظروف خاصه والمقصود بها بالتحديد مباراه الزمالك الاهلي والزمالك بالظبط هي دي المباراه المقصوده من كلام استاذ محمد وفكره اذا وافق اتحاد الكره عندنا واقعة شهيره جدا وتقريبا كان ناس مسؤولين في الفتره الحاليه برضه مسؤولين في الفتره الماضيه لما طلع رئيس نادي سموحه في نهائي كاس مصر بصوره لشيك تم تقديمه للاتحاد لجلب حكام اجانب
ورفض الاتحاد المصري، وكان عندنا تصريح شهير جدا لان النادي الاخر محتاج ياخد بطوله. هل الامر هيفضل مستمر معانا بالشكل ده، ان لما فريق يكون محتاج بطوله اصدر تحكيم مصري للفريق، ولما طالب انا وانا هدفع فلوس اجيب التحكيم الاجنبي يتم رفض طلبي؟ عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. الاهلي في قراره وفي طلبه وتمسكه باللائحه لا يشكك مطلقا في قيمه واحترام التحكيم المصري، لازم واحدين، لكن انا برفع عنك الحرج في اللقطه دي في الوقت ده بالذات عشان ايه المسائل، لانه في راي عام جماهيري كبير جدا. ليه؟ معلش معلش سؤال مهم. لا معلش انا اسف، انا اسف اللي بقطع حضرتك. ليه الاتحاد ما وافقش؟ معلش انا اسف يا استاذ محمود، لان دي لها تساؤل مهم جدا. ليه بمباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت كانت مباراه حساسه وجماهيريه، ليه ما وافقش على استقدام حكام اجانب؟ معلش يعني حضراتكم جاوبوني على السؤال. انا بقول لك اهو، اللي هو راى انه الفرصه بالنسبه له، هو لسه جاي متولي المسؤوليه جديد، انا عاوز استعرض واثبت ان انا عندي وجهه نظر صح، واختار طاقم تحكيم وفرضته بالامر. هو مش فرضه بالامر، هو اخذ راي المسؤولين الناديين، ومسؤولين الناديين مع ضيق الوقت والظروف استجابوا للامر. لا لا لا, لا, لا بس ما كانوش موافقين. ثواني بس، لا ما كانوش موافقين. بس انا بس انا بس رايح بس في حاجه بس. ما كانش يستطيع ان هو يفرض. والزمالك هدد انه مش هيلعب الماتش. بس انا كان اتكلم عن موقف الاهلي. موقف الاهلي كان واضح ببيان رسمي. انا واخد بالي يا اسامه، بس انا بقول لك ايه، ما كانش برضه يستطيع انه يفرضه بالامر الواقع الا لم تكن هناك اتصالات بين الاطراف الثلاثه لقبول الامر بتعيين تحكيم مصري في هذه المباراه. أنا يعني عاوز اقول لك ايه، لا لا ما حصلش. لا انا هقول لك وجهه نظري. وجهه نظري فيها ان هو ما فرضش موقف الاهلي. احنا بنقول ايه، انه الطاقم التحكيم الحكام الاجانب الاهلي والزمالك، احنا عارفين انه ده مش قرار لاتحاد الكوره، ده قرار من مجلس الوزراء من فتره التسعينات، واحنا شايفين الامر. تمام. اتحاد الكوره لما جه الفتره دي، الفتره دي احمد مجاهد من وجهه نظره شايف انه حابب ينتصر. البند لا بيقول انا حبيت انتصر. البند الثاني واضح، البند الثاني واضح. في حاله طلب ثاني، في حاله طلب، معلش في حاله طلب. لا لا ما هو لا عشان هو معروض على الشاشه. مش ده، ما انا عارف. يتحمل الاتحاد تكاليف استخدام حكام اجانب للمباريات الهامه ذات الحساسيه الجماهيريه. ده شغل، ده بند منتهى. ده بند منتهى. هو مباراه الاهلي والزمالك. هي كابتن هيثم دي الشروط مع العين على راسنا. لكن انا بقول لك على حاجه، لو ما كانش في من الناديين استجابه لقرارات، ما كانش يستطيع اتحاد الكوره يجيب يعين حكام مصريين. لو ما كانش في استجابه. تمام. مش عاوز اقول لك ما فرضش عليهم. دلوقتي يا استاذ محمود، دلوقتي النادي الاهلي بيطلب رسميا حكام اجانب. صحيح. تمام. نادي الزمالك برضه قبل النادي الاهلي طلب حكام اجانب. بالله عليك لازم ناكد ان موقف النادي الاهلي كان رافض لفكره استخدام حكام اجانب للمباراه الاولى، والكابتن محمود الخطيب طلع في بيان وقال ان انا قلت مش مناسب التحكيم المصري لهذه المرحله ونرجو تحكيم اجنبي. اتحاد الكره هو اللي اصر على موقفه لانه هو اللي بيدير المسابقه، وانا نادي المفترض ان انا هروح والتزم والعب المباراه والا هعتبر منسحب. فبالتالي موقف النادي الاهلي كان رافض. انا بكلمك على فكره، انت فهمت كلام وجهه نظري غلط. غلط. انا بقول لك انه ما كانش يجرؤ اتحاد الكره انه يقدم على هذه الفتره الا لو ما شعرش من الطرفين اللي هم الناديين الاهلي والزمالك ان هم قبلوا يعني سكتوا شويه وقالوا خلاص هنعديها. ده الامر، مش بقول لك رفض الاهلي. الاهلي كان متمسك بموقفه يعني. لا والزمالك كان متمسك بموقفه. لا تمام. امر واقع. ما انا بكلم، ما هو ده اللي انا بقوله لك. بقول لك بس عاوز اقول لك ايه، لو كان الاهلي تمسك والزمالك مثلا تمسك، ما كانش يبقى في حكام. الزمالك ما تمسكش. ما انا بكلمك اهو لو حصل يعني. لكن عاوز اقول لك ايه، الامر كان ماشي على ايه. لا في اصابات. قال انا هلعب. انا هلعب حتى لو كان عندي بقى خلاص. انا عندي فرصه وخلاص. لكن يا جماعه احنا طب في المباراه الجايه دي، المباراه الجايه انا خلينا بس في المباراه الجايه. بس عاوز اقول لك على حاجه، انت هنا في ازمه جايه. انت اما هنا بتجبر الاهلي وتحط له ازمه وتصعد الامر وتجبر الاهلي كانك بتقول له خلاص يعني عاوز تمشي انسحب من البطوله انسحب او الكلام ده، لكن الامر في غايه الخطوره لانه في رد فعل للشارع الاهلاوي يبقى مش سهل، في رد فعل للجمهور الامر مش هيعدي كده. في تعنت لابد لاتحاد الكوره. لا في تعنت يعني واضح. عاوز افكره بس انه احنا فتره مرينا بيها، مش يعني مش يعني اعتقد احمد وجهت موجود فيها، في فتره مرينا فيها يا جماعه كان بيرونز اللي بيطلبه بيتعمل له. حكام اغلب مباريات المسابقه كانت جت كلها من بره، وكنا بنشوف حكام كلها الموسم اللي فات موسم كامل بحكام اجانب. ما كانش حد ايه يعترض، والناس كلها كانت ما حدش اعترض، والناس كلها على فكره قرار بيراميدز وقتها بانه استدعى اغلب حكام اجانب، ده هو اللي منح الاهلي الدوري. اقول لك ليه، لانه كل المباريات استاذ صبري اشمعنى اتحاد الكره كان بيوافق ساعتها؟ لا ما دي بقى علاقه يعني لا يعني مش عاوز اقول لك
لا يعني دي وقتها علاقات قويه جدا. لا دي تحت مسمى انها تجربه جديده ولازم نساعدها ولازم تنجح. النادي الاهلي عظيم يا استاذ، لكن النادي الاهلي طالب بحقوقي بس ثواني بس استاذ محمد. انا شايف لكن النادي الاهلي لازم انا اجي اتحدى مبرر للرب. انا عاوز ابين استخدام حكام اجانب ان انا قوي في ضد النادي الاهلي، عاوز ابين للناس الاطراف الثانيه انه الاهلي مش هيكسرني، هندخل في صراع كده، لكن هو مش مدرك خطوره الامر يا باشا. يعني دي الاهلي استاذ محمود يا جماعه الاهلي لائحه وهو ملوش الحق ابدا انه ما بيطلبش الحقوق. مختلف على اللوائح. انا بقول لك التفكير هيبقى في في الاتحاد هيبقى في ازمه. هو عاوز ابين انه الاهلي مش هيلوي دراعي والاهلي مش هيسكت وجمهور الاهلي مش هيسكت. هو ده الامر. فانا عاوز اقول لك ايه، هيبقى في مشكله وصراع، يا اما يبقى في عقلانيه في تناول الامور وحل والاستجابه للطلبات، يا اما يبقى في ازمه. واعتقد الاهلي يملك من الاليه بادارته انه يستطيع انه يتجاوزها، وعنده وجهات نظر مختلفه. ربما هو في طرح وشرح ان انا خلاص يا جماعه ادي اللائحه بتاعتكم، طب بقول اللائحه بتاعتي بس خلاص. استاذ محمد، استاذ محمد، هل اتحاد الكره لو ما جابش حكام اجانب لوراه القمه هيكون عنده اسباب يقدر يعلنها للراي العام زي ما طلبوا النادي الاهلي؟ انا طلبت بحكام اجانب لمباراتي وعلى حسابي وطبقا للائحه، وانا بطالب للمباريات الحساسه اللي زي مباراه الزمالك حكام اجانب بعد التعرض لظلم واضح جدا في المباريات. تمام. فهل اتحاد الكره هيبقى عنده من الشفافيه اللي يطلع يقول اسباب رفض ده في حاله انه رفض في وقت كان بيوافق لانديه اخرى على الموسم كله التحكيم الاجنبي الموسم حتى الموسم كله مبارياته ومباريات الخصوم والمنافسين؟ ويمكن كان في تصريح شهير للكابتن علاء نبيل، انا مره بلعب بحكم خامس ومره بلعب من غير حكم خامس. لا لا، انا شايف اتحاد الكره يعني ما عندوش مبررات. يعني اتحاد الكره لما خدها في المره اللي عدت كان كل هدفه ان انا عايز افرض التحكيم المصري على الاهلي والزمالك باي شكل من الاشكال، وان انا عايز انجح التحكيم المصري واعمل ده، والى حد ما ربنا وفق الحكم وكان موجود يعني. لكن انك تفرض ده بلي الذراع في المباراه القادمه فده هيعمل توقع ان ممكن يحصل فيه مشكله كبيره جدا طبعا. يحصل فيه ازمه كبيره جدا في الوقت اللي ممكن هو كده بيخاف يحصل لأحيته. ازمه كبيره جدا داخل المباراه نفسها وفرقه تسيب الماتش تلعب وتحصل الازمه هيكون عملها اتحاد الكوره. ليه؟ لان هو خلف لائحته، لائحته اللي هو حاططها واللي بيقول ان من انا بطالب اتحاد الكره دلوقتي، اتحاد الكره دلوقتي ليس امامه الا تنفيذ اللائحه اللي هو مقدمها للانديه بطلباتها. انا قلت عايز حكام اجانب بتكاليفك، خلاص اتفضل حضرتك هات وتجيب لي الحكام وانا هتحمل تكاليفك. مش اي حكم، حكم ليفل 1. اذا اتحاد الكره اصر على هذا الموقف فهو يعني هيدخل بالدوري المصري في النفق المظلم اللي هو عايزه وكمان عايز. عايز. بس هو النادي الاهلي كان واضح جدا في بيانه واللائحه واضحه جدا. باختصار شديد، اتحاد الكره انت عليك تستجيب لتنفيذ اللائحه وتاتي بحكام اجانب للمباريات الحساسه وعلى راسها مباراه القمه، وطلب النادي الاهلي الشرعي تماما بعد التعرض لظلم تحكيمي من التحكيم المصري ان النادي الاهلي يجيب حكام اجانب او حضرتك تستخدم حكام اجانب ليفل 1 وبحساب النادي الاهلي. في حاله رفضك كاتحاد كره مطالب النادي الاهلي عليك ان تواجه الراي العام وتعلن اسباب رفضك. طلب شرعي جدا ومشروع جدا للنادي الاهلي، الا اذا كان هناك في الكواليس احتمالات اخرى وضغط على النادي الاهلي لمحاوله الانسحاب او الترديد بالانسحاب او بند اللائحه او بند الجداره في حاله الغاء المسابقه اللي تم الترويج ليه وتم ان هو اترمى بالونه اختبار النهارده. فاعتقد احنا مش هنسمح بالامور دي. موقف النادي الاهلي في بند الجداره حتى الان يا استاذ محمد، بس عايز اقول نقطه كمان مرتبطه بهذه النقطه، يعني فضل. نقطه الاجبار وانك انت تحاول تفرض اللي انت عايزه، ان حاطط لك 10 مباريات في 30 يوم واجبرك وبكل الاصرار والالحاح ان ما يعملكش اي حاجه وما يقدملكش اي مساعدات، ويجيب لك ويسيب لك ماتش اسوان اللي انت تبدا بيه ويسيب لك ماتش المقاصه، ويجبرك انك تتنازل عن لعيبه المنتخب الاولمبي. الاهلي يعني بيقدم حلول، بيقدم حلول وبيساعد، لكن هو ما بيقدمش حلول. هو عايز يظهر نفسه بطلا وقائدا وساحب زراعة طوله ان يقدر يقهر النادي الاهلي او يدوس على الناس دي في الحته دي. هذا امر مرفوض، وهذا امر الامور لا تدار بهذا الشكل. النادي الاهلي بيطالب، انت عندك لوائح وطبقها، ما تعرض له النادي الاهلي في هذا الشهر هو يعني شيء كارثي لم يتعرض له تقريبا اي نادي في العالم. ما فيش حد بيلعب يا جماعه كل 48 ساعه، يعني دعني من كل المباريات الفنيه وان في اخطاء كل ده ما عندهاش مشكله فيه، لكن انا ازاي لاعب يلعب 10 مباريات في 30 يوم؟ ازاي انا النادي الاهلي علشان اقدر عندي مباريات مهمه جدا، مباريات مصريه في دوري الابطال وعندي سوبر افريقي، اضطر اتنازل عن بعض العزم وتجبرني في ده؟ استاذ محمد، كلام حضرتك واضح وصريح ان هناك منذ البدايه تعنت واضح، مش بس تحكيميا وايضا تنظيميا في البطوله. يعني انا لو الموضوع السيناريو مش مكتمل الاركان كنا ممكن نقول لا، ولكن لما تلاقي سيناريو تحكيم ممنهج
اخطاء تحكيميه كل مباراه، خطا واثنين بياثر على نتيجه المباراه. حاجه ثانيه، جدول المباريات حضرتك تطرقت ليه؟ حضرتك جدول المباريات اللي اتطرق ليه البيان، انت ليه بتخليني بتتعمد تلعبني ماتشين ورا بعض خارج ملعبي قبل مباراه الدور الثمانيه مثلا؟ يعني البيان كان تناول كل الاوجه. فاذا لو في رد من اتحاد الكره، احنا بنطالب اتحاد الكره زي ما البيان قال، قول اسبابك ايه للراي العام، وانا اتوقع ان ايه السبب ايه. يعني حضرتك استاذ محمد معلش، احنا لو غلطانين او حضرتك عايز ايه السبب اللي ممكن يستند عليه رفض هذا الطلب؟ ايه يعني تخيل مع حضرتك. لا انا مش شايف اي مبرر. انت عايز حكام اجانب، اتفضل اجيب لك حكام اجانب. يبقى خلاص اللائحه، يبقى انا اطبق اللائحه، ما عنديش مشكله خالص. يبقى السيناريو واضح، يبقى اي حاجه غير كده يبقى الامور فيها ان صح يا استاذ محمود. يعني السيناريو كده واضح. بص عايز اقول لك على حاجه، احنا في الازمه الحاليه داخلين في ضاغطين في اتجاه الاهلي ينسحب، في اتجاه لازمه كبيره بامانه شديده. واعتقد اتحاد الكوره لو الامور زادت حتى ولم يقنع الراي العام بقراراته ووجهه نظره في رفض فكره الحكام الاجانب في مباراه القمه المقبله ليوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، او حتى مباريات الاهلي اللي جاي اللي هو طالب فيها ويتحمل فيها كل التكاليف، يبقى هي النيه مبيته لشيء اخر جدا، تصعيد الامر وانهاء الموسم مبكرا. ودي اعتقد في الغالب هتبقى في الحسابات من خلال الطرح والتسريبات اللي تمت في اليومين اللي فاتوا دول، يبقى في شك من الاشكال عاوزين ننهي الموسم. وده واضح من الاول، من اول يوم. بص عايز اقول لك على حاجه، من بدايه تسلم المهمه للمهندس احمد مجاهد، وهناك امور اخرى تدار بشكل اخر لاحداث صدمات مع الاهلي وفرضه وبيعاقبوه على انه راح يلعب في كاس العالم، فحطوا له جدول مطحون بقى راح ما قدرش فيه. يعني الجهد المتواصل كمان من الموسم الماضي وعدم الراحه ده كله نتيجه الامر اللي احنا وصلنا له ده. فعاوز كنت اتمنى برغم ان هو اتحاد الكره دعا الانديه النهارده كان بيقول لهم يا جماعه نكمل المسابقه بدون لاعيبه المنتخب الاولمبي، هو ناسي حاجه واحده، انه اغلب تشكيله المنتخب الاولمبي من لاعيبه النادي الاهلي، ماشي عناصر اساسيه ست حاجه غريبه جدا. وعلى ما يبدو تواجد لاعبي الاهلي في المنتخبات الوطنيه يزعج البعض ويقلقهم وبيعامل عندهم حساسيه، وليه يبقى تشكيله المنتخب اغلبها من النادي الاهلي؟ ولازم الحدوته دي نبطلها ونفكر فيها. وبقول هناك سيناريو بيتم ومش النهارده، هيظهر بكره والسنه الجايه والسنه بعديها، بهدف الضغط على الاهلي ويظهره بشكل او باخر. الاهلي تحمل وتحملت ادارته ومجلس ادارته على مدار الموسم الماضي، واحنا عارفين وقبل الماضي امور كثيره جدا صمتت والتزمت فيها من اجل وصالح الامن العام. بس ما حبتش تعمل ازمه، ما حبتش تعمل تدخل في بيان ناري كل شويه قاعد اطلع بيان ورد على اي حاجه. الاهلي بما فيه الكفايه صمت، وعندما صمت جاءته ايه البطولات، جاءته دوري ابطال افريقيا والدوري ان شاء الله السوبر كاس وان شاء الله السوبر باذن الله تعالى. عايز اقول يا جماعه ازمه التحكيم بامانه شديده مش هتخلي الصرح الكبير العظيم العملاق ده يقف. الصرح ده طول عمره بيتعرض لحملات منهجة في أوقات معينة، لكن لديه من أبنائه ولديهم القدرة ومن لاعبته أنه يظهروا طينة الرجال طينة الأبطال في أوقات صعبة، وأنه يردوا على اللي حصل ده في الملعب. خسارة المحلة مش هتكون الأول والنهاية. الأهلي قادر يا كابتن هيثم أنه يتعلم من تجربة المحلة ومن قبلها أكثر من تجربة أخرى، أنه الأهلي يعود رغم الظروف الصعبة ورغم الإصابات اللي هو بيتعرض ليها. لكن عاوز أقول لك لابد أن يأتي هذا الموقف، وموقف قوي جدا أمام اتحاد الكورة للرد وعدم التسامح وعدم التنازع عن حقوق النادي وتجاوزات التحكيم اللي مرت في الفترة السابقة. ومنتظرين احنا منتظرين كده رد اتحاد الكورة. معلش في بيان النهاردة يعني لازم يكون في رد. اتفضل الأستاذ محمود صبري قال إن النادي الأهلي بيتعلم من أخطائه وبيصلح أخطائه، ودي أي منظومة احترافية. أستاذ محمد القوسي نفس الأزمة دي بنواجهها تقريبا مع نفس الوجوه اللي بتدير الاتحاد في مواسم سابقه كتيره جدا، وبتثبت الايام نجاح النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي كان بيطالب بانهاء دوري قبل كده قبل امم افريقيا، وفاز امام القضاء بقضيه وضحت اموره تماما. متى يتعلم اعضاء اتحاد الكره اللي بيتداولوا طول الوقت، شويه رئيس شويه نائب رئيس شويه عضو شويه منتخب شويه معين، امتى هيتعلموا من اخطاء الماضي ويحاولوا يديروا الاتحاد بمنظومه او بفكر احترافي زي ما النادي الاهلي متمثله فيه الاحترافيه في البيان اللي صدر النهارده؟ لما يكون اتحاد الكره عنده منظومه وعنده رؤيه وعنده فكر وعنده خطط قصيره الاجل وخطط طويله الاجل. النادي الاهلي منظومه بيشتغل لسنوات طويله، يعني بتلاقي النادي بتفكر في 25 وفي 30 وفي 50 وبيحط خطط بهذا الشكل بيشتغل عليها. النادي الاهلي نادي مؤسسه كبير جدا، مجالس اداراته بتكمل بعضيها بتشتغل وبتادي وتحقق هدف النادي الاهلي. اتحاد الكره
تحس ان 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 اللي بيجي بيلغي اللي قبله واللي بيجي بيبوظ اللائحه اللي قبليه وكل واحد بيحط لائحه وكل واحد بيشتغل، بدليل ان احنا وصلنا دلوقتي الى حكم الفرد في اتحاد الكوره، وده شيء لا يليق بالرياضه المصريه ولا بالكره المصريه. فاتحاد الكوره انا شايفه دلوقتي لا يعمل بنظام مؤسسي ولا بيعمل، يعني ما فيش منظومه موجوده في اداره الكره المصريه، وده هياثر على الانديه الكبيره اللي زي النادي الاهلي. يعني انت لما كنادي اهلي كاداره وكجماهير وكلاعبين وقطاع كامل او منظومه كامله بتتحرك طبقا لاسس ونظم معينه شغاله بيها، وتفاجئ ان الثاني ما عندوش لا اسس ولا نظم ولا عايز يطبق لوائح، طب انت هتعمل ايه بالظبط؟ ماذا بيدك ان تفعل دلوقتي؟ هل تتوقف عن ممارسه الانشطه اللي انت بتمارسها وتمارس دورك في الرياضه المصريه؟ النادي الاهلي القلعه الكبيره، الصرح الكبير جدا اللي كل منتخبات مصر قايمه عليه في الكره واليد والطايره والسله والسباق، كل حاجه في النادي الاهلي تلاقيها موجوده. انت عايز تدمر ده الحقيقه يعني. تمام، الرؤيه وضحت جدا. بشكر حضرتك استاذ محمد القوسي، بشكر حضرتك استاذ محمود صبري، اتمنى تكون الرساله وصلت، واتمنى يا الجميع ان النادي الاهلي منظومه احترافيه، ينتظر بقى من الطرف الاخر ان هو يتعامل بنفس المنظومه الاحترافيه. هنطلع لفاصل وهنستقبل بقى نجمات كرة اليد نصر عيد وليلى هيثم اللي خدوا الثلاثية تقريبا بيستحوذوا على كل البطولات. نطلع فاصل ونرجع مع نجماتنا في كرة اليد إن شاء الله.